مرحبا بكم اختي. هذا الكونسيبت هذا سي بروميير اون الجيري، تسمى افسل المشروع الوحيد الاول في الجزائر اللي نديروا الحيوانات نعرضهم اون بلانار. شايفه كيفاش والحيوانات ديالنا نربيوهم، انا سي ما سبيسياليتي. وهاد العفسه هذه اكتسبتها ملي كنت صغير، كنت ربي الببغاوات كدا العصافير كدا. دوكا قلت في راسي وعلاش لا الزاوج نمدوه للناس، نمدوه لهم هكذا مربي يلعب معاهم، علاش يديروا في كاجا وعلاش، فهمتي كيفاش ا بوبري بون فوالا. اي ساش كو بلي سي اون ثيرابي ثاني تربيه الزواج بوكو بلوس للدراري صغار. هذه هي وشوفوا واش عندنا اختي، شوفوا واش نخدموا كاع. نخدموا لي بيغي شوندولي لي انسيبارابل لي كالوبسيت لي بيروكي لي غون بيروكي، نجيبو مام كانوا عندنا الحنوشه فوالا البومات الغراب هادو ما كاع العفايس ربيهم، نجمع حيوان يتربى ربيهم. العفسه الاولى سي هدف توعوي بوكو بلوس الشاب باش يتعلم بلي زاوش هذايا ماشي غير تاع كاجا تخليه ترمي حتى وين يموت لك، نو اوركو سي ان انيمال دو كومباني، تربيه تلعبي معاه تخرجه. وحنا نهيئوا هاد الظروف هادو ما نهيئوا لهم الكليون كي يجي زعما باغ اكزومبل يجي يرفد هكذا زاوج ديراكتومون يديه معاه للدار، فهمتي كيفاش. سانسيرمون عندي اون سارتان كليونتيل اللي مازالهم لدوكا، تسمى ملي بديت حتى لدوكا راهم يطوروا معايا، تسمى كل خطره نجيب لهم نوع جديد، زيد ندخل لهم هذيك تاع زيدوا ربيوا هاد الحيوانات سيو فوالا وعجبهم الحال. هذه هي كاين اقبال، كاين اقبال، كاين صنف اللي يحب الحيوانات. شوفي باش كاين عباد زوج اصناف، كاين صنف اللي يحب الحيوانات عندي معاه اقبال، وكاين عباد واحد اخرين ما يحبوش الحيوانات ما نتفاهمش معاهم. هذه هي فوالا الاسعار في متناول الجميع. باغ اكزومبل تديها هكذا زوج اختي 200000 150 250، تسمى على حساب النوع على حساب الصنف تاع الزوج وعلى حساب التربيه ديالو ثاني فوالا. ارواحي زعما زاوش هكذا تشوفيه في كاجا انا سو مانتيريس با، بصح كي نرفدو هكذا نلعب معاه تو نحس بلي عندي حيوان اليف. شايفه كيفاش فوالا ها يا راه واش تهضر ها يا راه.